رسائل الحب اللي بتجيلي جميله. عايز اكمل بس الكلام مع الاخوان، انا ما اعرفش انت فاهم، انا بحاول اوصلك لمعنى ايه، ان دلوقتي اي واحد من التيار الاسلامي لازم يبدا يعيد الحسابات في الطريقه اللي بيتعاملوا بيها مع الناس، ويبقى فاهم ان فيها خداع وغش. المجتمع مع ان هم شعارهم الاصلاح والاسلام هو الحل. انهي اسلام يا باشا؟ الاسلام بتاعك ده مش حل، وبان اهو ان هو مش حل، حل بايظ، حل بايظ. مش الاسلام اللي بايظ، حلك هو اللي بايظ، لان هو ما كانش حل اصلا، ده ادعاء حل. انا عايز اسمعك الرساله لابويا، اللي هو عشان احنا برضو لسه في فقره الاسلاميين، انا عايز اوريك ابويا بقى. ما هو ابويا مش اسلامي، وابويا ده على فكره في فتره ما كنت في الاسلاميين اتعلمت اقل ادبي عليه للاسف. كنت ساعتها الاسلاميين بقى طبعا، ما انا سخن بقى، وهو كان ياخدني بحنيه كده، بالراحه يا ابني يا حبيبي، بالراحه بس مش عارف ايه كذا، هو دايما بيتكلم معايا كده، هو دايما بيتكلم معايا كده. اسمع كده، اسمع الرسالة. وائل، حاول تلغي اللايف خالص، تعمل فيديوهات مسجلة عشان انت بتتعرض الشيخ حازم شومان مش اخوان، مفهوم طبعا الشيخ حازم شومان مش اخوان. اسمع بس رسالة ابويا، اسمع تاني رسالة من الاول، مفهوم ان هو مش اخوان طبعا. هو انا عبيط يعني شايفه اخوان؟ هو سلفي اكيد. وائل، حاول تلغي اللايف خالص، تعمل فيديوهات مسجلة عشان انت بتتعرض لحاجات مش مظبوطة، وبتخرجك عن مشاعرك، وبتخرجك عن وقارك، وبتخرجك عن ترتيب دماغك. حاول تعمل فيديوهات يعني تكون قصيرة، فيها فكرتك اللي انت عايز توصلها للناس، وتكون مش لايف. ليه لايف وتقعد تتخانق مع ده وتتخانق مع ده وتتخانق مع ده؟ يا وائل، أنا مش مبسوط من اللي بيحصل، وتقعد تتخانق وتشتم في ده وده يشتمك، وتشتم في ده وده يشتمك، والتعليقات الوسخة اللي بتتكتب. ارحم نفسك يا وائل، ارحم نفسك يا حبيبي، السلام عليكم. فأنت فاهم الوضع ده، رأي بابا فيا، وأنا ما عنديش مشكلة أحطه لك لايف أهو. شكرا يا رانيا. فبابا بيقول لي اهو، بيقول لي اهدى اهدى عليهم، وانا اهدى عليهم. انا لا، انا قلت له انا هطلع لايف طبعا، بس انا قلت له انا موافقك على موضوع الشتيمه، انا مش هشتم، وقعدت وخلاص من ساعتها ما شتمتش اهو. واضح ان ابويا بدا يبقى له جمهور. كلام ابوك صح، كلام ابوك صح، فجاه اخيرا لقينا له كبير. والله انتوا ناس جميلة. أنا هحاول أرحم نفسي شوية، بس ما هو برضو اللي أنت مش فاهمه، إن أنا خد بالك أنا بتحمل كتير، أنا اتبهدلت جامد. يعني اللي أنت شايفه ده متعب، ده يوم عادي بالنسبة لي كده، ده أنا شفت زيه كتير، شفت زيه كتير. والله كل القلوب دي لأبويا ده هيتبسط قوي. يا اسلام، ابويا بيحبني جدا وحنين وحنين. حمزه سمير بيقول لي بكره هيتقبض عليه ان شاء الله. يا اخي فلا الله ولا فالك. وسامع يا حاج، عرفت ليه يا حاج انا بشتم؟ بص بقى مثلا يعني يا حاج، سامع انت؟ شوف انا بسمعه مكالمه منك، شوف هو يرد يقول ايه، شوف هو يرد يقول ايه. واحد كده داخل يعدي كده، ايه يقول كلامه وخلاص.